تعقلوا على الحياه كي كانت هذه سنين لور بزاف اللي كنا شفناها في الطفوله ديالنا وخلات لنا ذكريات جميله عن طريق الرسوم المتحركه ديال سالي الاميره ساره، مقتبس من الروايه الشهيره للكاتبه فرانسيس هودسون بيرنت، واللي كانت فيها اجواء عائليه واللباس المستور الجميل اللي كان معروف به. لذلك بنات دكتور مارش كانوا كيتسناو الاب ديالهم يرجع من العمل والفرحه على وجوه بناته، والأجواء الحميمية الإنسانية والعاطفية والعلاقات العائلية الجميلة بين الأبناء والوالدين فريمون كانوا رسوم هادفة اجتماعيا بالتعاطف والتعامل مع الآخرين، احترام الآباء واحترام الذات، وخاصة اللباس المستور كسيوات طوال والقبعة على الرأس بحال الفولار. وكاينين حتى فنانة تشكيليين طرقوا لهذا الموضوع في لوحاتهم الجميلة اللي تعبر على الحياة العائلية بين الأم وأبنائها في احتفالاتهم أو عند استقبال الضيوف بالفرحة، أو ذاك الأب أو الجد منين كيكون خدام وكيجلس باش يتأمل في الحياة، أو منين كيتجمعوا البنات مع الأم ديالهم يتعلموا الخياطة أو يطيبوا، وكذلك منين كيكونوا الوليدات كيلعبوا مع بعضياتهم. شتي دابا هادشي كله وتخيل معايا كيفاش كانت الحياة هذه قبل 300 سنة بلا كهرباء أو هواتف أو سيارات أو غسالات كهربائية أو ثلاجات كهربائية أو أي مظهر من مظاهر التكنولوجيا الحديثة. مش هزيتي راسك ورفتي الفكرة؟ لأنك كتظن أنها الحياة بدون هاد الوسائل مستحيلة، وصرتو داك صحاب التكتور راني كنشوفكم واجي نتعرفوا على ناس توقف بهم الزمن في العصور الوسطى، سكنوا بعض من ولايات أمريكا وكندا، واخترت أنها تلتزم بحياة أسلاف اللي هاجروا لأمريكا من جنوب ألمانيا وسويسرا والألزاس بشرق فرنسا في القرن 18، يعني تقريبا من 1740 حتى 1800 ميلادي، هربا من سوء المعاملة الدينية المسيحية. نعزلوا على العالم بالإرادة ديالهم عن أي اتصال مع العالم الخارجي، وتركوا وهجروا وسمحوا في كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وما زال كيعيشوا بلا كهرباء أو هواتف، وممنوع تكون عندهم وسائل النقل الحديثة لأنهم مازال وكيأمنوا وكيحافظوا على العربات اللي كتجرها الخيول أو الأحصنة. إنها طائفة الأميش اللي ولادهم كيبان المظهر ديالهم وكأنهم جايين من ذاك العصر، وحيث لباسهم البسيط والمتشابه فهو أبرز مؤشر خارجي اللي كيبين واحد الانتماء وواحد الهوية خاصة به. كان السبب وراء ظهور طائفة الأميش حركة الإصلاح الديني اللي كان كيقودها رجل الدين السويسري يعقوب أمان، جايكوب أمان، اللي عاش في الجزء الألماني من سويسرا في القرن 17 ميلادي، وكان كيآمن بالتعميد المسيحي بعد بلوغ 18 سنة من العمر، وهي طائفة نصرانية كتنحدر من حركة المينونايت الدينية النصرانية. وبسبب الحقرة والعنصرية الدينية من بعد وفاة جايكوب أمان اضطروا الكثير منهم إلى الهجرة إلى عالم الجديد، وتحديدا إلى منطقة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب التسامح الديني اللي وقع في القرون الأخيرة انتشر الأميشيون في العديد من الولايات الشمالية الأمريكية وفي ثلاثة المقاطعات الكندية. والأميش طائفة مسيحية سلفية متشددة في تفسيرها الإنجيل والتعاليم الكنيسية، ولأنها طائفة جد مسالمة تعفو عن من يؤذيها أو يسيء لها، ولكن كتفضل الانعزال عن الشعب الأمريكي أو الكندي. والأميشيون ما كيشربوش الخمر وما عندهمش رخصة قيادة السيارة، وما كيدخلوش ولادهم للمدارس الحكومية، وما كيقبلوش بالمعونات الحكومية. إذا كنت وصلت حتى لهذه النقطة ما تنساش من بعد الإذن ديالك فضلا وليس أمرا لايك 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 كتشجيع منكم، وإذا كنت مازال ما تأبونيتيش أبونا وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد في مواضيع جد متنوعة، وما تنساش التعليق سواء رأيك الخاص في الموضوع أو التعليق بناء باش نزيدوا محتوى يوتيوب لهذه المقدمة. وما كيترشحوش الانتخابات، وقد يكونوا كيدفعوا الضرائب ولكن ما كيقبلوش أخذ راتب تقاعدي اللي كيتقدموا الدولة، لأن هادشي كله كيتعارض مع
تفسيرهم المقدس للإنجيل واللي كتسمى عندهم الأوامر القديمة. وكيمتاز المجتمع الأميشي بتسامح والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري، وكيتعاون النساء والرجال في العديد من المناسبات كبناء البيوت في الأفراح والأحزان. وكتقول السلطة المحلية أن نسبة الجريمة عندهم تكاد تكون 0%، وهذا الشيء راجع للتربية الأميشية اللي كتحرص على رفض أي مظاهر الجشع أو طمع أو تكبر أو الاستعلاء. وكذلك كتهتم هذه الطائفة بغرس أخلاق تواضع والتسامح والقناعة في نفوس أبنائهم، ولا يوجد بيع وشراء فيما بينهم، حيث كياخذوا من بعضياتهم المحاصيل الموجودة من غير جشع ولا طمع، وكل شيء يتم تحت مراقبة كبار السن من أفراد طائفة. وكتلبس الفتيات والنساء سوى طويلة كتستر جميع أجزاء الجسم، وكيلبسوا قبعات سوداء اللي كتغطي جزء من شعرهم، وكيبدلوها قبعات بيضاء من بعد الزواج. وأكبر عقوبة كيقوم بها مجتمع الأميش اللي كيخرج على طريق تعاليم المقدسة هي المقاطعة فقط من جميع أفراد طائفة، حتى يتوب وكيرجع ينضم للمجتمع من بعد ما كيطلب السماح والعفو بطريقة سلمية. كيمتنعوا أتباع طائفة الأميش عن استخدام الكهرباء في ديورهم، وكذلك كيمتنعوا عن كافة أنواع الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية، ومنها أنهم يشريوا السيارة ممنوع منعاً كلياً يستعملوها، وفي حالة اضطروا أنهم يستعملوها باش ينقلوا منتجاتهم لأماكن بعيدة خاصهم يكلفوا شي واحد من غير طائفة الأميش باش يقوم بهذه المهمة. أما التنقل العادي ديال الأفراد الأميش فكيستعملوا عربات كتجرها الخيول أو الأحصنة بدلا من السيارات أو القطارات أو حتى الطائرات. كيحرموا استخدام الهاتف المنزلي أو المتنقل، وكيفضلوا يتواصلوا بالبريد المكتوب. بيوت الأميش ما كتلقاش فيها أجهزة تلفزيون أو الراديو أو آلات تصوير، وكذلك ما كتوفرش عندهم شبكة الأنترنت حيث محرمها عليهم الكنيسة الأميشية. قامت الحكومة الكندية بوضع هواتف عمومية قرب تجمعات وبيوت أتباع طائفة الأميش باش إذا كان شي طارئ لا قدر الله حال الحريق. ولكن الأميشيون كيحرصوا الحرص الشديد على تشكيل فريق محلي منهم متخصص لتعامل مع طوارئ باش ما يلتجؤوش للشرطة. كيتكلموا ثلاثة ديال اللغات، الهولندية البنسلفانية وهي خليط من الألمانية الهولندية والألمانية القديمة فيما بينهم وفي صلواتهم، والإنجليزية في المدارس ومع جيرانهم. وتطبيق التعاليم الإنجيل الحرفية وحرصا من الأميش على التواضع وعدم التفاخر والظهور، كتلبس النساء فساتين طويلة ساترة ذات لون واحد وما فيها حتى شي زخرفة. كذلك كيغطيو ريوسهم بمناديل لأن تغطية الرأس شرط من شروط صلاة المرأة عند طائفة الأميش. أما الرجال فكيوضعوا على ريوسهم قبعات سوداء في الشتاء، أما الصيف قبعات مصنوعة من الدوم، ولافيس ديالهم ما كتوفرش على الأزرار لأنها كانت كتعتبر في أوروبا من علامات الفخر وطراء والمنصب الحكومي أو العسكري اللي ما كتوافقش على معتقدات الأميش. وكتنحصر ممارسة الأميش الدينية مفهومين أساسيين وهما رفض الغطرسة، فخر كبرياء وتعظيم التواضع الاستقرار الهدوء. وكيشوفوا الأميشيون أن الحمل بالأطفال وتربيتهم وتنشئتهم الاجتماعية على القيم والأخلاق وإقامة علاقات طيبة مع الجيران والأقارب أعظم الوظائف والواجبات المكلف بها، حيث كيأمنوا أن الأسرة الكبيرة المتحابة نعمة من نعم الله. أما شي جنوس حنا عندنا العائلة غير الله يستر وصافي. في البداية فاش انتقل طائفة الأميش من أوروبا في القرن 16 استقرت في بنسلفانيا شمال شرق أمريكا وأوهايو وإنديانا بشمال أمريكا، ومن بعد ما انتشرت في 28 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مقاطعة أونتاريو الكندية. ومن خلال البحث ديالهم على أراضي زراعية منخفضة الثمن وبعيدة عن المدينة بدأ الأميش في الاستقرار في ولايات أخرى، أركانساس، كولورادو، مين، ميسيسيبي وفيرجينيا الغربية. وضاعف عدد الأبناء الأميش في 10 ولايات بشكل كبير كيفوق 100%، وبالضبط فيرجينيا، كنتاكي، ومونتانا. كيتم تدريس أبناء الأميش في مدارس خاصة به
فيه حتى الصف النهائي الإعدادي يعني السنة الثامنة، كيتوقفوا عن الدراسة لالتحاق بتدريب مهني أو حرفي يخدم مجتمعهم ويفيدهم في الحياة تحت إشراف أولياء أمورهم والمشرفين المدرسين. العائلة الأميشية قد يوصل عدد أطفالهم إلى 10 أطفال، وغالبا ما كتحتوي المنازل على عدة أجيال أسرية. منازل الأميش كتكون كبيرة، وعادة ما كتكون مكونة من 2 حتى 3 ديال الديور مع بعضياتهم، وكيكون ممرات كتربط بين الجد والابن والأحفاد، وفي كل منزل زريبة وإسطبل وأرض زراعية كبيرة. طائفة الأميش مشهورة بأسلوب حياتهم البسيط والبسيط واللي كيلتزموا به أسباب روحية، وكاين بعض مبادئ وقيم طبخهم جد حكيمة، وتقدم انت براسك ضيفهم على أسلوب حياتك الحديث. تحتوي جميع منازل الأميش تقريبا على أشجار الفواكه، بالإضافة إلى حديقة كبيرة كتوفر على الخضر، وهذا الشيء كله الأميش كيحاولوا يديروه عمدا باش يتمكنوا من الاعتماد على رأسهم بدلا من الإمدادات من العالم الخارجي. ولكن واخا هكاك فهما عندهم أسباب وجيهة لتناول طعام المحلي، بما في ذلك النضج الطبيعي وسلامة الغذاء والحفاظ على البيئة. وكيعتقدوا الأميش أن الله كيكون راضي عليهم منين كيخدموا بانسجام مع طبيعة والتربة والطقس ورعاية الحيوانات والنباتات، ولكن مع أخذ بعين الاعتبار أنك تأكل كل حاجة في الموسم ديالها باش تكون كتأكل ماكلة أفضل للصحة. تعتبر السلع المعلبة اللي كيصوب بيديهم تقليدية عندهم فيها واحد الإحساس بالراحة وعلاج حسي، بينما كيتم وضع الفواكه والخضروات في الموسم لاستخدامها لبقية العام. ومنين كيتم تسخين الأطعمة المحفوظة فإنها تعيد كل الذكريات المبهجة. غالبا ما كيقوم الأميش بتربية الماشية الخاصة بهم واللي كيحصلوا منها على الحليب والبيض واللحوم. يستعملوا كذلك مواقد الحطب للحرارة لتدفئة المنزل بأكمله، بدلا ما يبقاو حالين فمهم في التلفاز حيث أصلا ما كيأمنوش به وما كيستعملوش، فإن المطبخ هو المركز الاجتماعي للمنزل بلا منازع، حيث تم كيتجمع كل شيء في الوقيتة المحددة لتبادل القصص والخطط والصلاة. يعتمدوا على استخدام الهواء ومحركات الطاقة الهيدروليكية من أجل تشغيل الآلات اللي كيستخدموها في الزراعة، ماكينات الخياطة والغسيل، كما أنهم كيعتمدوا على الغاز الطبيعي في إضاءة المنازل وتسخين المياه وتشغيل الثلاجة الخاصة بهم. إذا جاب الله ومشيتوا حتى دخلتوا المقاطعة فين ساكنين، غتشوفوا المنظر ديال العربات كتجرها الخيول والأحصنة وطواحن الهواء بالنمط القديم، وغتلقاوهم كيلوحوا بيديهم نساء ورجال وأطفال أميش كتعبير منهم بالسلام والفرح. وكيخدموا الأميش في مجالات الزراعة ومهن أخرى مثل التجارة وصناعة الألبان والمرب، وهذا الشيء وفق معتقداتهم أن هذه الأعمال في نظرهم كتحافظ على تواضع وكتقوي التماسك الأسري، وكيخدموا أفراد العائلة كلهم مع بعضياتهم. في إطار معاملاتهم طائفة الأميش كتلتزم بنهج عدم المقاومة No resistance، أي أنهم كيأمنوا ضرورة عدم الرد على أي اعتداء عليه، وما كيرفعوش قضايا قانونية، وكيفضلوا أنهم يقبلوا بظلم لأنهم كيعتبروه من عند الله. أما من ناحية نظرة المجتمع الأمريكي تجاه الأميش بشكل عام فهم محبوبون. يقول واحد المهاجر أردني الأصل كيعيش قريب منهم وكيشوفهم دائما، هم معروفون ببشاشتهم وطيبتهم وصدقهم في التعامل، والناس هنا يحترمونهم بسبب تمسكهم بمبادئهم. وكيزيد يقول ذهبت إلى سوق الخضروات الأسبوعي ذات يوم ورأيت بعضهم يذهبون للصلاة فيتركون أكشاكهم مفتوحة ويضعون سلة أمام الكشك ورسالة تقول تفضل بشراء ما تحب وضع الثمن في الساعة.